بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي علما، وبعد. أعزائي الطلبة، أرحب بكم في الجزء الثاني من درس الاستثناء، وكنا قد بدأنا في الجزء الأول وتحدثنا عن النوعين التام المثبت والمنقطع، وسنواصل بإذن الله تعالى اليوم النوع الثالث والرابع بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، النوع الثالث اسمه التام المنفي. التام المنفي، انظر معي، تكون الجملة منفية، تكون الجملة منفية. إيش يعني منفية؟ مسبوقة بأداة نفي. وتحدثنا يعني بداية الجملة، بداية الجملة سيكون هنالك حرف نفي، ما أو لا إلى آخر ذلك. وأركان جملة الاستثناء موجودة، هذه النقطة مهم جدا، إنه لازم تكون الجملة منفية. انظر عزيز الطالب، وأركان جملة الاستثناء موجودة. إذا كانت الأركان موجودة يسمى هذا النوع بالتام المنفي، يسمى هذا النوع بالتام المنفي. حكم الاسم الواقع بعد إلا في هذا النوع، هو نكتب مهم جدا، النصب على الاستثناء، هي واحد. اثنين، بدل من المستثنى منه. هنا عزيز الطالب نكتب الوجهين، عند الإجابة عن السؤال نكتب الوجهين، ويتضح الآن مع المثال. انظر المثال الذي أمامنا، نقول ما تأخر من المسافرين إلا مسافرا أو مسافر. السؤال المهم، وكنت قد أشرت إليك بأن نمط السؤال مهم جدا، ما نوع الاستثناء في هذا المثال؟ الآن بهدوء انظر للجملة، بهدوء، الجملة مثبتة ولا منفية؟ الجملة منفية، مسبوقة بأداة نفي اللي هي ما. أركان جملة الاستثناء موجودة؟ نعم، إلا أداة الاستثناء والمستثنى مسافرا والمستثنى منه المسافرين. في إذا كانت الجملة منفية والأركان موجودة وخاصة المستثنى منه، هذا النوع يسمى بالتام المنفي. التام المنفي. السؤال المهم عزيز الطالب أيضا، انتبه، لو قال لي استخرج أداة الاستثناء وبين حكم الاسم الواقع بعدها. الآن الجواب، الأداة إلا، وهنا مهم، هنا مهم، انظر عزيزي، حكم ما بعدها، حكم ما بعدها، هون عندي وجهين بدي اكتب اثنين، واحد النصب على الاستثناء، اثنين البدلية، يعني بدل من المستثنى منه. السؤال الثالث المهم، أعرب ما تحته خط إعرابا تاما. الآن الخط عند مسافرا ومسافر، في مسافرا في حالة النصب نعربها مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مسافر وبتنوين الكسر. هنا سؤال مهم جدا، لماذا جاءت هذه الكلمة مسافر بتنوين الكسر؟
نقول الوجه الثاني للاسم الواقع بعد إلا إذا كان الاستثناء تاما فيه، قلنا البدل أو البدلية. وكما نعلم البدل يأخذ نفس حركة اللي قبله، اللي هنا هو نفس حركة المستثنى منه. من المسافرين، المسافرين جاءت اسم مجرور، مباشرة الوجه الثاني اللي هو في حالة البدل سيكون مجرورا بدل من المستثنى منها، وبناء عليه تكون الحركة الكسر، ونعربها بدل مجرور وعلامة جره تنوين الكسر. وقلنا جاءت الجر لأن المبدل منه اللي هو المستثنى منه جاء مجرورا. هذا هو النوع الثالث، وهذه الأنماط عزيزي الطالب مهمة جدا، مهمة جدا، ونركز على الإعراب خاصة إذا طلب إعراب ما تحته خط، وأن البدل يأخذ حركة المستثنى منه في هذه الحالة. هذا بالنسبة للنوع الثالث التام المنفي. الآن أيها الرائعون، النوع الرابع اسمه المفرغ أو الناقص، ومن اسمه يتضح أن شيئا ما محذوف من الأركان. انظر إلى الجملة، نقول تكون الجملة منفية، منفية يعني مسبوقة بأداة نفي، ولكن المستثنى منه محذوف. مهم جدا، في هذه الجملة لا يوجد مستثنى منه في هذا النوع، في هذا النوع لا يوجد مستثنى منه. إذا كانت الجملة منفية والمستثنى منه محذوف فورا، هذا النوع بنسميه المفرغ أو الناقص. ومن كلامي بقول مفرغ ناقص، يعني في إشي محذوف. وحكم الاسم الواقع بعد إلا في هذا النوع يعرب حسب موقعه في الجملة. انظر إلى المثال الآتي، قال الشاعر: فما شكى إلا الكسول وانهض ولا تشكو الزمان، فما شكى إلا الكسول. السؤال الأول، أتوقع الآن الأسئلة صارت واضحة للطلاب فيما يتعلق في درس الاستثناء بناء على الأمثلة التي تم شرحها. ما نوع الاستثناء؟ أيها الرائعون، قبل أن تجيب شوف الاستثناء مثبت ولا منفي قبل أن تبدأ في الإجابة. إذا كان مثبتاً عندي نوعين متعلقات بالمثبت، تام مثبت أو منقطع. إذا كان منفي، تام منفي أو مفرغ، يعني يحصر الجواب بنوعين اثنين. بما أن الجملة منفية بأداة النفي ما، فنوع الاستثناء إما أن يكون تام مثبت، تام منفي أو مفرغ الناقص. الآن عين الأركان إلا الأداة، المستثنى الكسول. أين المستثنى منه؟ من مين استثنينا الكسول؟ نلاحظ أنه شكى وهو الحدث أو الفعل. الآن هذا شكى الفعل، الحدث، الحكم، وإلا الأداة والكسول المستثنى، المستثنى منه محذوف، لا يوجد مستثنى منه. وبناء عليه ما نوع الاستثناء؟ يكون مفرغا أو ناقص. هذا السؤال الأول. وهنا أشير، إذا أردت التأكد بأن هذا النوع مفرغا، الآن ضع على أداة النفي وإلا واقرأ الجملة. نقول شكى الكسول، إذا كانت الجملة تامة المعنى يكون هذا النوع مفرغ والمستثنى منه محذوف. هذا حتى تتأكد. الآن السؤال الثاني، استخرج أداة الاستثناء وبين حكم الاسم الواقع بعدها. الأداة إلا، حكم ما بعدها. إذا كان مفرغا أي حسب موقعه في الجملة، يعرب حسب موقعه في الجملة. ولو قلنا أعرب الكسول، هنا أعرب ما تحته خط بطريقة سهلة، ما نقوم بالتغطية على ما وإلا. نقرأ الجملة، شكى الكسول، شكى فعل، الكسول فاعل بكل سهولة. هذا المقصود به يعني يعرب حسب موقعه في الجملة. إذا ما إعراب الكسول؟ فاعل
مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وهذا هو النوع الرابع في الآن أنواع الاستثناء الأربعة. مع النوع الرابع هيك نكون قد أنهيناها، وأنا دائما أحب أن أضع خلاصة بهذه الطريقة حتى تتضح المعلومة أكثر فأكثر. هاي الاستثناء إما أن يكون، هذا خلاصة درسنا ما تحدثنا به في الجزئين الماضيين، مثبت ومنفي. انظر إلى هذه الطريقة سهلة جدا. الاستثناء إما أن يكون مثبت أو منفي. إذا كان مثبت نوعين، يا تام مثبت يا منقطع، واثنين حكم الاسم اللي بعديها واجب النصب. هذا حكم الاسم بعد إلا. الآن المنفي إما أن يكون النوع الأول تام منفي أو مفرغ ناقص. وإذا كان تام منفي الحكمين له حكمين، النصب على الاستثناء أو بدل من المستثنى منها. المفرغ الناقص يعرب حسب موقعه في الجملة. هذا هو خلاصة درس الاستثناء بإلا في أركانه الأربع. وإن شاء الله تعالى سنواصل الآن حديثنا عن أحكام الاستثناء بغير وسوى. أحكام الاستثناء بغير وسوى. الآن أحكام الاستثناء بغير وسوى. الآن مهم جدا، غير سوى عزيز الطالب من أدوات الاستثناء. هاي أول نقطة. لاحظنا فيما مضى كل الأمثلة اللي تم شرحها كان أداة الاستثناء إلا، والآن غير سوى من أدوات الاستثناء. سيكون حديثنا إن شاء الله عن غير سوى. الآن مهم جدا جدا، يعربان منهما غير سوى إعراب الاسم الواقع بعد إلا. يعني هنا غير سوى لها إعراب نعربها كما كنا نعرب الاسم الواقع بعد إلا، يعني هي لم نعربها مستثنى أو بدل. الآن مهم جدا، حكم الاسم الواقع بعدها مجرور بالإضافة دائما. هنا بالله ننتبه لهذه الملحوظة، مهم جدا. يعرب الاسم بعدهما يعني بعد غير سوى مضافا إليه مجرورا، هذا دائما. مثال حتى دائما تتضح المعلومة، نقول حفظت القصيدة غير بيت منها. الآن السؤال الأول، ما نوع الاستثناء؟ نلاحظ الآن سهل علينا أنه نحدد نوع الاستثناء بما أن الاستثناء مثبت، بدي أبحث يا تام مثبت يا منقطع، الأركان موجودة والمستثنى من جنس المستثنى منه. أرى أن الإجابة سهلة بالنسبة لك، تام مثبت. السؤال المهم، استخرج أداة الاستثناء وبين حكم الاسم الواقع بعدها. مهم مهم عزيزي الطالب، أداة الاستثناء هون غير، حكم الاسم بعدها فورا مجرور بالإضافة. يعني هذا بعد غير سوى دائما دائما يأتي مضاف إليه مجرور، يعني حكم الاسم الواقع بعدهما مجرور بالإضافة. السؤال الثالث مهم، قال أعرب ما تحته خط، اللي هو غير بيت.
الآن عندما كنا نتحدث عن الاستثناء التام المنفي، كنا نعرب الاسم الواقع بعد إلا مستثنى منصوب. إذا كان الاستثناء تاما مثبتا نعرب غير سوى مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، وبيت مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر. الآن هذا بالنسبة للمثال. لو أخذنا هذا المثال أيضا وما الدهر سوى لحظة، الآن لو قلنا ما نوع الاستثناء؟ أولا الجملة منفية، الأداة سوى، المستثنى اللي هو جاء لحظة، أين المستثنى منه؟ نلاحظ بأن المستثنى منه محذوف، الجملة الدهر لحظة، إذا جملة اسمية، وبناء عليه نوع الاستثناء اللي هو المفرغ. لكن لو قال لي هذا السؤال استخرج أداة الاستثناء اللي هي الآن سوى، حكم ما بعدها مجرور بالإضافة. السؤال اللي أنا بركز عليه ومهم، أعرب كلمة سوى، دائما عزيز الطالب غير وسوى نعربهما حسب نوع الاستثناء. نوع الاستثناء مفرغ الناقص نعرب سوى حسب موقعها في الجملة. الآن لو قلنا الدهر لحظة، إذا جملة اسمية، الدهر مبتدأ ولحظة خبر، في هذه الحالة بدنا نعرب سوى إعراب الاسم الواقع بعد إلا، كنا نعرب الاسم الواقع بعد إلا إذا كان مفرغا وجملة اسمية خبر، وبالتالي بدها تكون إعراب سوى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة وهو مضاف ولحظة مضاف إليه. هذا بالنسبة لأحكام الاستثناء بغير سوى. أهم نقطة عندنا أن الاسم الواقع بعد غير سوى دائما يكون مجرورا بالإضافة ويعرب مضاف إليه مجرور، وإذا كان الاستثناء مفرغا نعرب غير سوى حسب موقعها في الجملة. الآن هذا فيما يتعلق بغير سوى. الآن آخر جزئية عزيز الطالب بدرس الاستثناء اللي هي أحكام الاستثناء بعدا وخلا وحاشا أو ما عدا وما خلا. طبعا حاشا لا تقبل ما، فقط نقول ما عدا وما خلا. تعتبر هذه الكلمات الخمس أدوات استثناء مهم، لكن إذا جاءت عدا وخلا وحاشا مجرد من ما بهذه الصورة من غير ما أن تتصل بما، لها إعرابان مهم. الإعراب الأول حرف جر والثاني اسم مجرور. الإعراب الأول حرف جر والاسم بعدها اسم مجرور. الإعراب الثاني تكون فعله، تكون فعلا ماضيا واللي بعدها مفعول به منصوب. وهنا نكتب شيء مهم، هذا حكم الاسم الواقع بعدها. أقول مثال: غادر اللاعبون الملعب عدا لاعب أو لاعبا. السؤال المهم، ما نوع الاستثناء؟ انظر عزيزي الطالب، الجملة مثبتة، الأركان موجودة، الأداة عندنا طبعا هنا عدا، الأركان كل موجودة جميعها، والمستثنى من جنس المستثنى منه، إذن هذا تام مثبت ممتاز. السؤال الثاني مهم، استخرج أداة الاستثناء وبين حكم
الاسم الواقع بعدها، الأداة عدا، حكم الاسم بعدها. إذا كانت الأداة عدا أو خلا أو حاشا بدون ما، حكم ما بعدها لها حكمان، يعني اللي بعدها إما أن يكون اسم مجرور أو مفعول به منصوب، ونكتب الوجهين. لو قال لي أعرب ما تحته خط، عدا لاعبا، عدا، انظر عزيز الطالب، عدا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف منع من دوري التعذر. لاعبا في هذه الحالة مفعول به منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح، هذا الوجه الأول. أما إذا قال عدا لاعب، فهنا اختار الجر، عدا تكون حرف جر، ولاعب اسم مجرور وعلامة جره تنوين الكسر. هذا إذا قال لي أعرب عدا لاعبا وعدا لاعب، هذا بالنسبة لإعراب عدا وخلا وحاشا إذا جاءت مجردة من ما. النقطة مهمة جدا، ماذا لو اتصلت عدا وخلا مع ما؟ الآن مهم جدا، انظر عزيز الطالب، إذا جاءت ما عدا وما خلا بهذه الصورة، يعني متصلة بما، وهنا أنوه بأن حاشا لا تقبل ما، حاشا لا تقبل ما، فقط ما عدا وما خلا بهذه الصورة، إذا جاءت مقترنة بما لها إعراب واحد فقط، وهو فعل ماض والاسم بعدها مفعول به منصوب، وقلنا هذا هو حكم ما بعدها. مثال: حضر الطلاب ما عدا زيادا. الآن لو سألنا السؤال، أرى أن الأسئلة باتت سهلة للجميع، لو قال لي استخرج أو ما نوع، قبل ما نوع الاستثناء، الآن واضح لنا أن الجملة مثبتة والأركان موجودة جميعها، والمستثنى من جنس المستثنى منه، وهذا ما يسمى بالتام المثبت. السؤال الثاني المهم جدا، استخرج أداة الاستثناء وبين حكم الاسم الواقع بعدها. أيها الرائع، نقول أداة الاستثناء ما عدا، حكم الاسم الواقع بعدها مفعول به منصوب. وهنا السؤال الأخير المهم، هنا لو قال أعرب ما تحته خط، هذه الأنماط مهمة جدا، أعرب ما تحته خط زيادا اللي هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الله يعطيكم العافية. مع نهاية هذا المثال نكون أنهينا الحديث قدر المستطاع عن أحكام الاستثناء بعدا وخلا وحاشا، وهذه نهاية هذه الوحدة الدراسية. سائلنا الله سبحانه وتعالى لكم جميعا أعزائي الطلاب في كل مكان، أن يكتب الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاح والسداد والإبداع والتميز، اللهم آمين. ونحن جاهزون للإجابة عن أي سؤال يطرح ويتعلق بالمادة. أسأل الله لكم أن تحققوا ما تصبون إليه من إبداع وتفوق، اللهم آمين.
كنت معكم الأستاذ وليد رياض الغول في هذا الجزء من كتاب النحو والصرف للمرحلة الثانوية العامة. ألقاكم على خير في فيديو آخر وفي حديث عن موضوع آخر وعن وحدة دراسية أخرى. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يعطيكم ألف عافية.